طبعا سالي دايما بصباحنا عم يكون معنا فقرة طبية نجاوب فيها على كل الأسئلة والاستفسارات والمواضيع اللي بتهم كل الناس. صحيح فرح، وهي المساحة الطبية عم بتكون لها طابع خاص بشهر رمضان مبارك، كونه حسب الموضوع اللي نحن تكتر عم نحكي الأسئلة. تكتر الأسئلة. أكيد فرح، تماما. مساحتنا لليوم شو حتكون؟ أكيد سالي، رح نحكي اليوم عن المرأة الحامل. هل يجوز للمرأة الحامل الصيام؟ كيف؟ ما هي الأسئلة والاستفسارات التي قد تطرحها كل أم حامل؟ الفحوصات أيضا التي يجب أن تقوم بها. كل هذه الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عنها أكيد الدكتور أكرم الأحمر. يسعد صباحك دكتور، يا صباح رمضان الفل، كريم، يا أهلا هلا وسهلا وعليكم فيك. يا رب. أهلا وسهلا فيك أهلا دكتور وسهلا أكرم. فيكم. يعني دائما المرأة الحامل لها وضع خاص، ولكن برمضان بتكثر الأسئلة مثل ما حكينا أنا وفرحك حول أكيد. الصيام. هل المرأة الحامل يجوز الصيام لها لصحتها، ولا بتختلف من مرأة لأخرى؟ هلأ مقدمتكم يمكن اختصرت كل الحلقة كل الموضوع، بس قبل سيداتي إذا تسمحوا لي، إنه رمضان كريم ينعاد عليكم وعلى أسرة الإخبارية والتلفزيون السوري كل بشكل عام. الشيء الثاني بقول يا رب يا رب رمضان يكون كتير كريم على سوريا وشعبها وجيشها ورئيسها يا رب. ثانيا لشهدائنا كل الرحمة، ولجرحانا كل الشفاء، لولاهم نحن ما كنا عم نقدر نعمل هالمقابلة سوا. أكيد طيب دكتور. هلأ بنرجع لموضوعنا أنا وياكم. برمضان في أسئلة خاصة لأنه رمضان، تمام؟ نعم. طيب فهمت بالك، إذا بمرأة حامل إذا معناته صار في أسئلة خاصة أكثر وأكثر. هلأ أنا بشكل شخصي المرأة الحامل بقول أنا يفضل ألا تصوم بشكل شخصي هذا. هلأ ممكن نقول بوجود التصاعد بالشيء الوجداني بشهر رمضان، في كتير حوامل يصروا على موضوع أنه هي حابة تصوم. طيب أوكي، نحن لا شك أنه هذا الهدوء النفسي اللي ممكن تشعر فيه أثناء أنه هي عم تمارس طقوس الصيام برمضان، أوكي بناخذها بعين الاعتبار لأنه قد تكون إيجابية كتير. فلذلك نحن بس خلينا نقول نحط مجموعة ضوابط لحتى نوصل لعكس رأيي الشخصي، بمعنى أنه ممكن أي امرأة حامل أي امرأة حامل أن تصوم برمضان، ولكن هاي اللي بتهمنا دكتور. هاي لكن بقى هون بدنا نوقف عندها. برجع لمقدمتكم يلي لما قلنا أنه طيب شو الفحوصات الضرورية خلينا نقول نعملها للحامل يلي ترغب أن تصوم برمضان. هلأ نحن بنعرف كل حامل في إلى فحوصات تتناسب وعمرها، عمر الحمل، أي رقم للحمل، في سوابق مرضية ولا لا، بيمرقوا معنا شوي. طيب هلأ إذا بنقول أنه بدها مصممة أي حامل هلأ بدها تصوم رمضان، طيب تعي نعمل تصنيف لهم مشان نشوف فحوصاتهم. إذا بنشوف هلأ عنا إمرأة إجت لعنا هلأ إمرأة حامل على الاستوديو بعمرها بسن نشاط الإنجابي المناسب، خلينا نقول بين 24-25 لل 34-35، طيب تتمتع بصحة جيدة، ما في عندها سوابق مرضية بمعنى أمراض تانية أخرى مرافقة، ما في عندها أعراض مزعجة بهذا الحمل سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث اللي هو، ما في عندها أعراض مزعجة، منقول من حيث المبدأ ما في مانع من صيامك، ولكن خلينا نتخذ بعض الفحوصات والتحاليل. بمعنى لو كنت عامل قبل شهر رمضان اتفقنا أنا وياكم عاملين فحوصات للسكر عندها، لخضاب الدم، فئر الدم إذا في عندها ولا لا، لفحص البول والراسب، لمراقبة الضغط مع الإيكو على الإلة وللجنين، كمية مية الراس سائل أمنيوسي كمية جيدة. فمنقول بهالحالة هي إذا كل هاي المجموعة جيدة عندها ما في مشكلة فيها، من إلا فيك تصومي، مع العلم من إلا أنه خدي فرصة أول كم يوم تشوفي حالك كيف بالصيام، وخاصة من إلا أنه راقبي مجموعة أعراض معينة. هين عم نقول يلي ما عنده شيء ما بتشتكي من شيء، راقبي مجموعة أعراض معينة، مثلا أنه صار معي دوخة أكثر ولا لا، خاصة إذا كانت بتدوخ. هلا منقول ليش بتدوخ أكثر، صار عنده أعراض بولية، حرقة بالبول، عكارة بالبول، زيادة عدد مرات تبول، وجع خواصر. طيب بلاش يصير عنده وذمات بالأطراف خاصة بالنهايات، من إلا خلينا ننتبه بهي حالة أكثر. راقبة ضغطة، صار في ضغطة عم يلعب شوي، لأنه لحسن الحظ أغلب الحوامل بآلية دفاعية بجسم المرأة بيصير في عندهم أنه هبوط ضغط، وهذا بيساعدهم أنه يتجنبوا ارتفاع الضغط خاصة بأشهر الحمل الأخيرة، لأنه ارتفاع الضغط عند الحامل بأشهر الحمل الأخيرة قد يكون خطير جدا
على كلا الـ 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 يعني الكائنين الهامين، الجنين ببطنها والمرأة الحامل. نعم. فلذلك نحن بنقول هي المجموعة من الأعراض والضوابط مع مراقبة حالة أول كم يوم وتتواصل مع طبيبة ممكن تكون حاسمة باتجاه أنه أنه كمل صيام ولا لا. طيب بعدين نرجع بالأخير لهيك قاعدة بسيطة أنا وياكم، أنه طيب اللي شافت حالة أنه اليوم متعبة وما فيها تصوم، خاصة هلأ ساعات طويلة للصيام، أنه متعبة ما فيها تصوم، بظن حتى بالشرع أنه ما في حرج عليها وفيها تعود بعدين. نعم. فأنه تعيش حياتها بشكل طبيعي. طيب دكتور، اليوم كثير من النساء للأسف يعني ما بيتبعوا إرشادات الطبيب أو النصائح لحتى نوقع بالمحذور، دائما هذا الشيء عم نشوفه يعني بنسبة كثير كبيرة للأسف. اليوم أمتى فيك تقول دكتور للمرأة الحامل ممنوع منعا باتا الصيام بيأثر على صحتك على صحة الجنين ممنوع؟ مسي فرح على السؤال كثير، وهي الممنوع الحادة القاطعة. خلينا نقول لك أنا ما في تلاعب بحياة الجنين أبدا. خلينا نقول لك أنا بشكل حاد وقاطع، نعم، كل تصنيف للحمل، وتذكروا أنا وياكم لما بنقعد سوا ونحكي بمقابلاتنا أنه أي حامل يجب أن تدخل بتصنيف، هل هو حمل عادي، نعم، هل هو حمل متوسط أو عالي الخطورة. تمام. أي حامل تدخل ضمن تصنيف حمل عالي الخطورة ممنوع أن تصوم. طيب شو هي بقى الحمول عالية الخطورة؟ هي اللي بدنا نوضحها شوي. طيب هلا خليني اقول اي حامل، تصنيف بشكل بسيط، اي حامل فوق 37-38 سنة اوكي دخلنا تقريبا بتصنيف حمل عالي الخطورة، وخاصة اذا كان الحمل الاول، وهلا نحن بوقت عم يصير في تأخر بسن الزواج. صحيح. هي من ناحية بس العمر. طيب اذا حمل متعدد توأم او ثلاثة او هيك دخلنا بحمل عالي الخطورة. طيب إذا كان في بسوابق عندها سوابق جراحية كبيرة أخرت أو هي تأخر عندها الحمل أصلا، صلى متزوجة كم سنة ولو بعمر 25-30 سنة، بس صلى متزوجة كم سنة لحتى صار الحمل عندها صعوبة بالحمل أو تأخر بالإنجاب، دخلت هون بتصنيف اسمه الحمل العزيز. نعم. طيب حمل عزيز كمان وقتها بحطه نوعا ما ضمن الحمول عالية الخطورة إلا ممنوع أنك تصومي. تمام. طيب بنرجع بقى لشيء ثاني، مريضة حامل كان بسوابقة داء سكري سواء أثناء حمل أو خارج أوقات حمل، إذن هي دخلت بحمل عالي الخطورة. مريضة ارتفاع ضغط شرياني، عندها ضغط شرياني مترافق مع حمل سابق أو غير مترافق أو هلأ بدي بهذا الحمل، حكما ممنوعة عن الصيام، عن الصيام بشهر رمضان. طيب هلا هي من مجموعة الحمول عالية الخطورة. طيب إذا بدي أقول أنا هلا إذا بدنا نصنف مثل أنا وياكم متفقين على طول إنه نقسم الحمل دائما لثلاث أتلات، يعني الثلث الأول، الثلث المتوسط، الثلث الأخير. طيب إذا في عنا حامل هلا بالثلث الأول وعنده أعراض اللحام مثل ما بنعرف نحن، طيب جزء من اللحام أو علاج أعراض اللحام هي صايمة خلقة دكتور. نعم. تكون صايمة خلقة طبعا، بس أما جزء من علاجها هي كيف أنه يكون مثلا تعداد الوجبات، أنه وجبات سناكات صغيرة، تعداد وجبات كثيرة بالأثناء النهار، ممنوع الأكل الدسم، ممنوع أنه تأخذ مثلا حتى سوائل كمية كبيرة أنه تجي تعوم على معدتها، لأنه حتى نقدر نسيطر على أعراضها قدر الإمكان. ومثل ما أنا متفقين أنا وياكم سالي وفرح انه بتمنى تكون تجربه الحمل. نعم. هي تجربه مميزه وليست تجربه مرضيه. اكيد. فلذلك انه نحن عندنا كثير امور، برجع بقول تشاوروا مع طبيبكم، طبيبكم رح يقدر يتفهم الحاله الوجدانيه تبعكم، رغبتكم بطقوس الايمان، بس هو كمان رح يكون بيوازن. صحيح. بين هي الرغبه. صح. والطاقه اللي منها. تمام. وشيء ثاني دكتور البحيرة. قبل ما نختم معك اختصرت كثير حديث مهم لكل هلا سيده حامل او عم تستعد للحمل ان شاء الله. اكيد اختصرت كثير، ولكن سؤال صغير هيك قبل ما نختم، في حال المراه الحامل قدرت تصوم. نعم. واجت على وقت الفطور، خبصت بنوعية الطعام، أكلت بشكل مفرط، صار عندها شغلات تانية، بهالحالة لازم تستشير الطبيب وتوقف صيام ولا هيك تخليها هيك لحالها؟ لا فورا فورا، لأنه لقلك شغلة ليش سالي، أنه ممكن هي تدخل بمثلا انسمام غذائي. تمام. أو تحسس غذائي، أو خلينا ببساطة تلبك معوي. بتصير بتوه هي وبتوه طبيبة أنه بلشت الآلام اللي عم تشعر فيها، هل هي آلام ولادة ولا هو بس مغص من أمعاء، ولا صار عندها قولانش كلوي من كتر ما
انحرمت من السوائل اثناء النهار وبعدين صار عندها بقى شربت سوائل كمية كبيرة ما تلحق التواليت. نعم. هل هو التهاب مجاري بولية؟ هو تطور لالتهاب حويضة وكلية ولا لا؟ يلي قد يكون غادر خلال عدة ساعات بيتطور التهاب حويضة وكلية. فلذلك إلا يا يوني روقي على حالك شوي، هدي معلش لو صمتي، اتبعي توصيات جماعة التغذية بالموضوع يلي ممكن يعطوكي توصيات أكثر من طبيبك النسائية إنه شو تتناولي على الإفطار، شو تتناولي لفترة السحور بهالشكل هذا. أكيد دكتور، كتير أسئلة وكتير استفسارات، دايما منحب تكون موجود معنا ونتمنى نحن كمان كل السيدات يلجأوا لطبيبهم ويكون طبيبهم مثل حضرتك يعني مريح نفسيا قادر يسمع كل الهموم خلينا نقول وكل الأعراض اللي بتتعرض لها السيدة. شكرا كتير لك دكتور. شكرا لكم سيدتي، كل عام بخير. شكرا لك دكتور أكرم، أحوالك العام وأنت بخير. شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا.